وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري مع عضو مجلس النواب أحمد علي إبراهيم، أكد على أن القانون المقترح حول حرية تداول المعلومات يحمل أهمية كبرى للمنظومة التشريعية في مصر. وأشار إلى أن القانون المقترح بنظم حرية وإتاحة وتداول المعلومات في صورة تنسيق المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير. مهم جدا في البداية نبقى الحوار الوطني يبقى هو حالة مش مرحلة، ده مهم جدا جدا. مهم جدا انه كل المقترحات او السياسات البديله اللي بتطرح يكون هدفها تحسين جوده حياه الناس. لو الناس ما حستش انه كل السياسات البديله بتطرح او كل مناقشاتنا مش هتنعكس على الوضع الاقتصادي وتحسين حياتهم، فمش هيحسوا ان احنا بنعمل لهم حاجه. النهارده بنناقش ثلاث حاجات مهمه جدا في لجنه مباشر حقوق سياسيه، زياره اعضاء مجلس النواب، وده يعني رغم كل المقترحات اللي قدمت في الاساس مرتبط بعدد من يحق ليهم الانتخاب، عدد أصوات الناخبين سواء في النطاق الجغرافي الخاص بالدائرة أو المحافظة. الأمر الثاني بنناقش حاجة مهمة جدا في لجنة الحقوق والحريات، وهو قانون حرية تداول المعلومات. القانون ده مهم لعدة اعتبارات، أول حاجة أنه استحقاق دستوري وفقا لدستور 2014 وفقا للمادة 63، أنه في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها الرئيس في سبتمبر 2021، ده شيء مهم جدا في الفقرة الخامسة منه. في ظل الثورة التكنولوجيا المعلومات اللي موجودة في اقتصاد اسمه اقتصاد المعرفة، ده مبني على فكرة حرية تداول المعلومات، في اقتصاد رقمي في ظل ثورة تكنولوجية، ده مهم جدا. قانون حرية تداول المعلومات مهم جدا لحماية حقوق المستخدمين وبياناتهم الشخصية، أيضا مهم جدا لتحسين مناخ الاستثمار، لأنه أي حد عايز يستثمر وعايز يدرس السوق كويس ومفيش بيانات او حريه تداول معلومات حقيقيه هيبقى ده شيء معيق للاستثمار. في ايضا مهم جدا في ظل الجرائم الالكترونيه واستخدام البيانات الشخصيه، فقانون حريه تداول المعلومات مهم جدا جدا ايضا في ترتيبنا في مؤشرات الشفافيه والنزاهه. فانا شايف انه من اهم القوانين واهم المواضيع اللي بتطرح النهارده في لجنه الحقوق والحريات.